وفي إجراء جديد دائما تعتبر طريقة التقويم المستمرة التي تنتهجها أغلب المدارس الابتدائية خطأ في حق التلاميذ، الأمر الذي طالب الأولياء بتوقيفه منذ مدة، واستجابت مؤخرا الوزيرة له من خلال تعليمات أملتها على مدراء التربية. تقول هاجر زليلف دائما: تقويمات مستمرة من فروض فجائية بصفة دورية، اختبارات مزدوجة، وحتى الواجبات المنزلية هي أساس ما يعانيه تلامذة الطور الابتدائي. فمنذ إدراج التقويم المستمر في العملية التدريسية، والأولياء يطالبون الوزارة الوصية بضرورة تخفيف العبء الذي أثقل كاهل التلاميذ. نطلب لهم شغل يعطولهم وقت، يعطولهم وقت باش يريفيزيو، ما يريحش فوالا، شغل بزاف لا بريسيون عليهم بزاف، ولو ما يركزوش. تركز لك مع التربية الإسلامية، الرياضيات ما تركزش. بيان سور كي حنا كي هما بزاف وحنا بزاف. أنا باش كل يوم وليدي لي كوغ ياخ وفرد كل يوم، نورمالمون اليوم درتي له، خلي السمانة الجاية زيدي له فرد واحد آخر باش الولد يركز معاك، تلميذ باش يعرف. بن غبريت أبدت استعدادها التام لإعداد برنامج يهدف لتقليص الواجبات والتقويمات التي اعتبرتها اختبارات مستمرة. واحنا نحضروا على كل حال سور اون سيركولير، شفنا باللي في الميدان اذا هذه لا سيركولير كانت تدخل في اطار التقييم المستمر، الشيء اللي لاحظناها في الميدان ان هذا التقييم المستمر اصبح امتحانات مستمره، وهذا يعني كان خطا كبير جدا. ورحنا شايفين عندنا عدة شكاوي من طرف الأولياء والمديرية التعليم الابتدائي والمتوسط، ريها تحضر في هذا الميدان. طلب الأولياء بتخفيض ضغط الفروض والتقويمات المستمرة في الابتدائي أخذته المسؤولة الأولى بالقطاع بعين الاعتبار، وسيتم العمل به في قادم الأيام. فهل ستؤخذ باقي المطالب بعين الاعتبار؟